السلام عليكم ورحمة الله. أما بعد فعباد الله،
فقال أبو عزيز لأخيه مصعب: أهذه وصاتك بأخيك مصعب؟ فقال: إنه أخي من دونك، إنه مسلم وأنت مشرك. معنى جديد للأخوة أوضحها لنا الفتى القرشي، أول بشير للإسلام أو أول مبشر للإسلام في المدينة المنورة. أخوه ابن أمه وأبيه يكون أسيرا بيد أحد الأنصار، فيوصي الأنصاري لا بالرحمة على أخيه ولا بالشفقة عليه، وإنما يتحدث معه على أنه كأنه لا يعرفه أبدا. فيقول الأنصاري: اشدد عليه، اشدد يديك عليه، فإن أمه ولم يقل أمي ثرية حرية أن تفتديه بمال كثير. فيندهش أبو عزير ويستغرب من هذه المعاملة، فيقول: أهذه وصاتك بأخيك يا مصعب؟ أهذه وصيتك بأخيك من النسب يا مصعب؟ فما كان من مصعب إلا فقال له: إنه، أي الأنصار، ليست بيني وبينه صلة نسب ولا كرامة ولا شيء، إلا أخوة الدين والفرقة. إنه أخي من دونك. لماذا؟ إنه مسلم، إنه أخي مسلم وأنت مشرك. أخوة الدين والحرمة لا لون فيها ولا عصبية، لا حسب فيها ولا نسب، لا طول فيها ولا قصر، لا غنى فيها ولا فقر، لا لون أبيض ولا أسود، لا موطن ولا شيء. أخوة الدين تدوم فيها جميع الفوائد وتمنحي فيها كل مظاهر الطبقية والعنصرية والجاهلية. الحسن ابن علي رضي الله عنه أبيض أسعر رائع الجمال شديد الشبه بجده صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد أسود أفطس الأنف شديد الشبه بأمه الحبشية، وما يفرق بينهما صلى الله عليه وسلم، يضع أسامة على فخذه ثم يضع الحسن على فخذه الآخر ثم يضمهما إلى صدره ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. هذا نسيب حسن. حسن، وما أدراك ما الحسن؟ وهذا أسامة لا لونا ولا شكرا بالنسبة. لا لا لا، الإسلام يزيل ذلك كله ويمحو هذا بجمعه. ايش طبق؟ ما فيش مشروط، ما فيش كلمة، ما فيش حاجة خالص، حاجة واحدة بس: الإيمان. الإسلام هو الذي يجمع بين المسلمين لا شيء آخر. أفضل عمل أو ثاني عمل قال به صلى الله عليه وسلم بعد أن بنى ما
للاجتماع والتآلف مباشرة. آخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخاهم على المواساة والبراء دون أولي الأرحام. المهاجر يهاجي أخاه الأنصاري وساه تعب بل على الميراث، إن مات أحدهم ورثه الآخر دون أولي رحمه، حتى نزل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فرد الميراث وبقي عقد الأخوة. الأخوة تصل إلى حد العظمة دي، تذوب فيها الفوارق، يمتزج فيها الإيثار والمؤانسة والمواساة. عقدا نافذا لا لفظا تاربا، عقد ناجز، عقد للأخ وأخوه عملي، تطبيقي مش هام ولا أبواب، لا عقد حقيقي تراه تسمعه تقراه الآن، شيء هائل، حاجة كبيرة. وانظر إلى سعد بن الربيع الأنصاري يقول عليه عبد الرحمن بن عوف المهاجرين أخر بينهما صلى الله عليه وسلم، فيقول سعد يفيه في الله عبد الرحمن: إنني أكثر الأنصار مالا، فاقسم مالي نصفين ولامرأتان، فانظر أعجبهما إليك فسمها أطلقها، فإذا ما انتهت عدتها تزوج بها. إيه ده؟ إيه الأخوة دي؟ إيه المحبة دي؟ ما هذا التراب؟ لكن عبد الرحمن لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ لكن أنا عايز الحتة الأولى دي، أكثر نص مال، حتى أحب الناس زوجتي أكثر واحدة. إيه القوة دي؟ إيه العظمة دي؟ ومما يعني تآخى بينهما حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله، النسيج الحسين الذي كان جبل الأول. النبي عليه الصلاة والسلام يؤاخي بينه وبين زيد بن حارثة الذي كان موضعا للنبي صلى الله عليه وسلم. مفيش أصلا. سلمان الفارسي أخو أبو الدرداء العربي منه بلال ابن رباح الحبشي الذي كان عبدا يرعى الغنم، يؤاخي بينه صلى الله عليه وسلم وبين أبي رويحة أحد الأنصار الكبار. وبعدين تدور الايام وبلال يروح الشام، وابن عمر بن الخطاب امير المؤمنين يروح الشام ويدور الدواوين ويكتب، فيقول لبلال: الى من تكل ديوانك يا بلال؟ يقول: اكله الى ابي رويحه الذي عقد بيني وبينه النبي صلى الله عليه وسلم وخلق، فلا اتركها ابدا. شوف الهجرة كانت امتى، وسيدنا عمر راح بلاد الشام امتى، ومع ذلك أخوة عالية رفيعة لا تزلزل ولا أحداث ولا تطيح بها الأهواء. روح شباب، أخوة الإيمان
واخدين منين؟ واخدين من اننا المؤمنون اخوه. يقولوا في اللغه العربيه قصر، اسلوب حصر. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش المؤمنون ان يعيشوا الا اخوه. ينفعش. هما كده، ربنا خلقهم كده، ربنا اوحدهم كده، ما ينفعوش الا كده. وطالما اخوه يا جماعه يوجب على المؤمنين فيما بينهم ان يفعلوا كل ما تتالف به القلوب وتتبع، ويتركوا كل ما تختلف به القلوب وتتفق او تختلف. ليس ليه؟ يعني يعني المؤمنين الاخوه كل ما يوجب اختلاف القلوب والاجتماع يعملوه، كل ما يوجب تنافرا في القلوب واختلافها يتركوه. ودينك الاسلامي كله كله، اي حاجه تحب للمؤمنين، تقالب بين المسلمين، تاخي بين المسلمين، يا رب يا رب كتير هذا تحب. افشوا السلام بينكم، مش عارف عيطت ما يبدا مرضته فلن مرضته، ربنا بص مرضته يعني اخوك استطعمته، ده اخوك استطعمك، اخوك استسقاك، تشيع جنازته، تعينه في مرضه، تشمت، لا 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 لا. كل شيء يحببك في اخيك ويؤلف بين القلوب ويجمعها تعمله، وتكون حريصا عليه وتتفانى في ايصاله. والعكس، كل شيء يجعل القلوب متنافره مختلفه ابعد عنه، ما تعملوش. يقول لك عارفين حديث النبي عليه الصلاه والسلام، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. بنيان، بنيان يعني ايه؟ يعني ما فيش طابوقه تتعالى على طابوقه، ما فيش طابوقه تكون انا مالي ما تنهك مع السلام. البنيان عظمه وعزه، البنيان ستر، البنيان حمايه. كل ده المؤمن مع اخيه المؤمن يطلع الحاجات دي كلها. بنيان عز على المؤمنين، على الكافرين اجله على المؤمنين. ده بنيان، بنيان يسترك، بنيان قوه، بنيان صلابه. المؤمنين المؤمنين وكلكم حافظين مثل المؤمنين في تواده وتعاطف وطب. ده النبي اللي بيقول عليه الصلاه والسلام، يا جماعه مؤمنين، يا جماعه ان كنتم مؤمنين، مثل المؤمنين في تواده وتعاطفه وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. طبعا اظن مفيش حد ابدا لا يفهمش المثال ده وما يفهمش الصورة دي. وكل واحد فينا كده، جسد الواحد منا لو صباع بلاش صباع ضفر بس قصيته وحتة كده طلعت غلط، ودن كده طلعت غلط، يقول لك أنا مالي يا عم الجسم ولا ما بينيبش، مش عايزين يروح، لا تعبان كلك وسخنان وحد ليه؟ جسد واحد يا هنا في الراحة والتعب. لما الجسم يصحى الصبح يلاقي ما فيش أي جارحة تعبانة، يلاقي مبسوط ومزاجه رايق. لو في حتة بس منه حاجة بسيطة يتبهدل الجسم نفسه كده. المليار و700 مليون دول هم لازم يكونوا كده. المؤمن للمؤمنين
كمثل الرأس من الجسد يألم المؤمن للمؤمنين كما يألم الجسد للرأس. مؤمن للمؤمنين زي مثل الجسد يألم المؤمن يحزن ما يبكي ما يفرح لك ما يفرحش ما يجيبلوش الغم والهم ما يضيقش عليه ما يؤذيهوش. مش يألم المؤمن المؤمنون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. ليه؟ انت ما سمعتش حديث حبيبك صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. المسلم آخر المسلم. وبالله عليه المسلم مع أخيه المسلم يعني يجب عليه أن يوصل له كل ضر وأن يكف عنه كل ضر. يا أخو حتى في النسب كده أخوه أي حاجة تنفعه يحاول يعني أي حاجة تنفعه ده أنت أخوه أكثر. ليه؟ لأن أخوة الدين أكبر من أخوة النسب. لأن أخوة النسب تنقطع وأخوة الدين لا تنقطع باختلاف النسب. هو الدينية لا بدك نسب. أخوة النسب لو اختلف الدين لا ديرت ولا يرتك ولا تنص ولا أي حاجة. لكن أخوة الدين لا تنقطع باختلاف النسب. انت واحد فين ومفيش دلالة ولا مثلا مكان ولا حاجة خالص ما تنقطعش هذا. المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يخذله ولا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام عرضه ودمه وماله. التقوى ها هنا بحسب مريم من الشر أن يحذر يحكره بس يبص له بصه مش حلوه بس عامل ولا بتاع ولا لبس وحش ولا يبص له بصه كفايه اشتهاد دم اللي بتديته كفايه المصيبه اللي بتفوت عليه بس ما عندوش حاجه. لا يظلمه ولا يظلمه يعني من نفسه ما يظلموش. طب لو شافه بيتظلم طب ولا ايه؟ هو انا كل واحد في حاله هو من بلدي هو من جنسيتي. لا يا حبيبي لا احنا ما عندناش جنسيه ولا عندنا بلد ولا عندنا لون ولا عندنا نسب ولا عندنا حاجه خالص. عندنا ايه؟ الاسلام والاسلام وحده. لا يكذبه ولا يخونه ولا يظلمه. كل حاجة فيها خير لفوق مصر كل حاجة فيها شر ليه كل شيء يحبلك فأخوك يعمله كل شيء كراجع يبعد عنه. ليه؟ انت لا سمعت كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه
وماله وعرضه. كون خير وهتحسب على ربنا ادم قدام الخير وضع من ربنا. ده انا جاش واحد يخرج في النص بين البيع والمشتري بجر السعر. ليه؟ انت لمصلحه البائع او عشان يدفع المشتري. طبعا ما يقرا واحد ده ده برضه خصم مع ما عادش دي على ايه يا اخي. طبعا في الفقه حاجات كبيره من كتاب بيرو. كونوا كونوا يا جماعه كونوا يا مسلمين يا مسلمين كونوا عباد الله يا اخوان. المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يقدره ولا يحكمه. التقوى يا لا 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 يعني كل ضمن التقوى اللي كنت عايزها وانت كنت عايز تاخد دواجن وتؤجر عليها كل ضمن التقوى. وبعدين بحسب دليل من الشرع أن يحقر أعطاه المسلم كل المسلم كما في حديث آخر المؤمن على المؤمن حرام كحرمة يومك هذا لحمه عليه الحرام أن يأكله أو أن يغتابه من رأيته. عرضه عليه حرام أن يخلقه. وجهه عليه حرام أن يغتابه. دمه عليه حرام أن يسفكه. وحرام عليه أن ده مفروض حرام عليك غير حق. ده مفروض حرام عليك غير حق. لحم اخوك ايه حرام عليه. تنطق لقمه لقمه بس لقمه بس. ده مش كده. ده بيقول لك لو انت الناس بتهزر مع بعضها واحد مش واخد باله روح دافنه كده. لا حرام عليك. مش حتى مكروه ولا حتى عيب. انا بقول لك على عيب. حرام عليك. اخويا المسلم يقول لك احد يحيى بن هذا الراجل اخوك ليه ثلاث اشياء عليه يعني حتى تكون من المسلمين. يقول لك ان لم تمدحه فلا تذمه وان لم تسره فلا تظنه ان لم تفرح فلا تظنه وان لم تمدح فلا تظنه. تيجي تتلاقي اي خليك سايب لي حق خليك بالصدقه السلبيه كمان يا اخي. بس قادر تمدحه مش قادر تفرحه مش قادر بلد مش تغمه وتذمه وتكذب عليه وتقول كلام غلط. لا 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 ده نصيب الزهره. ده انت ركبت المهتم اين كنت كيف تقف بين يدي الله. اقول قولي هذا واستغفر الله. بينك وبين اخوك المسلم حاجات قد ايه؟
حبيبكم بعض وتقاربكم وتجمعكم. مفيش بينكم ابدا حاجه وحشه كبيره قوي، نتفاهم مفيش حاجه كبيره قوي. عشان اسمع بقى شويه الاخبار عن النبي عليه الصلاه والسلام. ما من امرئ مسلم ياخذ امراه مسلمه في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عمه الا خذله الله في موضع يحب فيه رفقته. وما من العلم ينصر امراه مسلمه في موضع تنتقص فيه حرمته وينتقص فيه من عمه وتنتهك فيه حرمته الا نصره الله في موضع يحب فيه نصره. خد بالك وانت شغال في الهواء، ده في اله في رب سبحانه كل حاجه عنده سبحانه يديك ويحاسبك ويعاقبك تديك وتدافع. تخدم المسلم في موضع ماشي ياه في موضع برضه كده يخدمك. طب وانت ليه هتخدمني؟ والله تخدم حد انت مين؟ لكن لما ربنا يخدم اعوذ بالله اعوذ بالله. والعكس تنصر اخاك في موضع مين اللي هينصر؟ مين اللي هينصر؟ يعني نصرك انت ممكن ما تعرفش تنصر بتحاول. الله ينصرك. من اذل عنده مؤمن فلن ينصر وهو يقدر على نصرته اذله الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه. اذل مؤمن وقاسيمه اتهمه باي حاجه حاربه اعمل اي حاجه في اله في اله يا حبيبي اله اذله الله على رؤوس الخلائق. ده في الدنيا قبل الاخره، في الدنيا قبل الاخره. من نصر اخاه بالغيب وهو يقدر على نصره نصره الله في الدنيا والاخره. على كل المستويات بنتكلم في حاجات كتير غير انا وانت فرادى وجماعات والاسر والدول كله. ليه كله؟ لان احنا مسلمين اخوه يجمعنا بعدين لما نتشمع حوالي 31 مليون هم بيقولوا ومع كده برضه نتضارب ونتضارب ونتحارب. لا 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 هو في الاستعمار هو الكلام الاسلام عمل. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم امن بين قلوب المسلمين. اللهم امن بين قلوب المسلمين. اللهم امن بين قلوب المسلمين. اللهم اصلح ذات بين المسلمين. اللهم اصلح ذات بين المسلمين. اللهم اصلح ذات بين المسلمين. اللهم اللهم اجعل المسلمين يدا على من عداهم. اللهم اجعل المسلمين يدا على من عداهم بحولك وقولك. انصر عزيمة المسلمين يا رب، اعز كل المسلمين، قو ضعف المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. واجعل هذا البلد الفقر امنا مطمئنا، امنا مطمئنا، امنا مطمئنا، رخاء سخاء، رخاء ضد عن كيد الكائدين ومكر الماكرين وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين. احفظ هذا البلد ومن عليه بعينك التي لا ترى واكلاه بركنك الذي لا يضاد. ارحم من كان يعمل في رخاء فنجيه من بلائه. اللهم نجيه من بلائه. اللهم نجيه من بلائه هو وجميع بلاد المسلمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى ازواجه وعلى المؤمنين وعلى ذريته والديه كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وسلم تسليما كثيرا.
ورحمة الله.